هو عنده الوزن عنده علاقة بلي زغمون وعنده علاقة بالوعي تاعه، ولكن كيبقى الا المشكل كاين في لي زغمون، لي زغمون تاخذ ان تريتمون غادي يتقادو ليك، دونك الا بقى باقي الوزن راه باقي ديال الماكله ماشي ديال لي زغمون، وممكن يكون ديال المشكل ديال فاش كان عندك بروبليم في لي زغمون. مي منين تقاد خاص تلعبي على لاليمونطاسيون ديالك، لو ستيل دو في ديالك، لو ميتابوليزم يطلع باش كطيحي الوزن، بحال الناس اللي عندهم مثلا لي بوتيغويدي، دونك فاش كتكون عندهم في لو تروبل هرمونال كيطلع عليهم الوزن. مي اون فوا كتبع ان ريجيم اليمونتير لو تريتمون ديالها مقاد كطيح لو بوا. ولا كان وراثي شي مرات كيكون وراثي ماشي بسبب لي جين مي بسبب العادات الغذائيه، فهمتي؟ دونك كتلقى العائله بالطريقه كيفاش كتاكل هي اللي مخليهم كلهم غلاض ماشي الجينات ديالهم، واش فهمتي؟ دونك كيقول لك لا هادشي عندنا وراثي، لا هي الوراثه وتعاداتكم في الاكل.